بالله عليكم، هل رأيتم يوم من الأيام واحد من النصارى خارج بكبش وجاء ونحره في يوم عيد الأضحى؟ هل رأيتم في بلاد النصارى وبلاد اليهود وبلاد البوذيين وبلاد الهندوس، هل رأيتم لافتات كبرى في الشوارع تهنئ بعيد الفطر أو تهنئ بعيد الأضحى، ظاهرة جدا كما يظهر مع الأسف اليوم شجرة عيد الميلاد وبابا نويل وغيره في بعض بلدان المسلمين؟ أنا أتكلم عن أمر يتخذه المجتمع كله ويصرفون فيه الأموال للاحتفال به، يصرفون فيه عشرات الملايين بل قد تصل إلى مئات الملايين في الاحتفال به وبإظهاره وإقامة البرامج التلفزيونية حوله. هل ترى النصارى يحتفلون بهذا الحجم بأعيادنا؟